امبارح بدأ تطبيق تعديلات القانون 114 الخاص بالشهر العقاري، واللي بيسهل إجراءات تسجيل الوحدات السكنية وبيخفض الرسوم، بيحل مشكلة تسلسل الملكية. خلونا نشوف التقرير. عاملين دلوقتي 8 نماذج وعارضينها بره عشان تبقى من المرأة من كل أي مواطن بيجي حضرتك بيقرأ النماذج ديت وبيشوف النموذج اللي هو بيتلائم مع الحالة اللي هو جاي بتنطبق عليه. بيشتري نموذج من منفذ البيع اللي هو في اللي عندنا في الخزنة، وبيملى النموذج وبيستوفي المستندات كلها وبيجي معاه مستنداته، وفي خلال 37 يوم إن شاء الله بيكون الموضوع منتهي. الإجراءات الأول، الطلب المفروض بيجي مستوفي جميع المستندات، بيخش في بعد القيد بيخش البحث الفني 37 يوم. احنا بنبلغ صاحب الشقة برسالة على الواتساب بنقول له الطلب حقيقة قيد، وبعد كده الطلب بعد فترة بنقول له تعالى طلبك اتسجل، تعالى وقع عندنا. قانون جديد سهل الإجراءات على المواطنين، وبقت الناس كلها تسجل بدل ما الناس كلها ماشية بعقود عرفية وعقود، فالناس كلها دلوقتي هتسجل وهتبقى عقود موثقة في الشهر العقاري، واللي يروح يسأل على الملكية بعد كده هيلاقيها موجودة فعلا باسم الشخص.